طيب، مع فصل الشتاء دايما الناس بتواجه مشكلة نقص فيتامين د. فيتامين د هو فيتامين مهم جدا جدا لتحسين حاجات كتيرة في الجسم، أما المناعة وتحسين المود. النهاردة هكلمكم على كورس ضبط المناعة وتحسين المود، الاتنين مع بعض. بنستخدم فيتامين د مع حاجة اسمها انزيم كوك يو 10 او كوك يو 10، ده عبارة عن انتي اوكسيدنت مضادات الاكسدة. هنستخدم ده استاكيو. يا جماعه المنتجات دي موجوده في المملكه العربيه السعوديه في صيدلات طيف المسيره الطبيه وصيدلات طيف الدواء، والمنتجات دي هتلاقوها الموقع في البايو، ممكن تشتروها من عليه. والبريمه دي فيتامين د 50000. طيب المنتجات دي يا جماعه او المنتجين دول ازاي بيساهموا بشكل كبير في تحسين المناعه؟ فيتامين د في ابحاث كتيره اثبتت ان هو بيحسن الجهاز المناعي عند الناس بشكل كبير جدا جدا جدا، وبيحسن المود. فلازم نحافظ على جرعته الاسبوعيه وهي 50000 للكبار كل اسبوع، فده بيحسن زي ما قلت موضوع المود. يعني بتلاقي نفسك لو انت عندك اكتئاب مضطرب، ودايما ده بيظهر مع الشتاء وبالاخص عند السيدات، فتقدري تستخدمي سواء ده او اي نوع. لو انت في مصر ممكن تجيبي فيتامين د 50000 كل اسبوع. والكوكيو 10 او الاستاكيو ده عبارة عن مضاد للأكسدة. مضادات الأكسدة يا جماعة بتساهم بشكل كبير في تقليل حاجة اسمها الفري راديكالز أو الجزيئات الحرة. الجزيئات الحرة دي بتسبب التهابات في الخلايا. الخلايا لما بتلتهب بتكبر وتشيخ وتبوظ. من الآخر كده يا جماعة، إحنا بنكبر بنخش لمرحلة الشيخوخة. الكوكيوتين أو مضادات الأكسدة بتعمل العكس، بترجعنا شباب تاني أو بترجع الخلايا شباب تاني. نقدر نستخدمه بشكل مستمر عادي، مفيش أي مشكلة خالص، ونروح نطلبه من الصيدلي أو من الصيدلية. لو عايزين المنتجات هتلاقوها في اللينك في البايو، وما تنسوش تسجلوا كود الخصم ESF10.